لدى استقبال سموه لأعضاء مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز الاجتماعي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال تبنيها للعديد من المواقف المشرفة والتي أسهمت في تعزيز منعة وصمود الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة مختلف التحديات. شدد سموه على أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ترتكز على قواعد راسخة من المحبة التي تجذرت عبر السنين والتي أرسى لبناتها الآباء والأجداد وتشكل نمطا فريدا في طبيعة العلاقات بين الدول. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز الاجتماعي، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن فيصل آل سعود عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية بالمؤسسة، والذين يزورون مملكة البحرين حاليا للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتميز في العمل الاجتماعي، حيث تسلم سموه درع مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز الاجتماعي تقديرا لجهود سموه في رعاية ودعم وتشجيع العمل التطوعي والاجتماعي. خلال اللقاء رحب سموه بزيارة أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز الاجتماعي إلى مملكة البحرين والتي تعكس مدى قوة ومتانة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. أشاد سموه بالرسالة النبيلة التي تقوم عليها مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز الاجتماعي من خلال تبنيها الكثير من المبادرات الرامية إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والاجتماعي والخيري وتأصيله داخل المجتمع، مستذكرا سموه بكل التقدير إسهامات صاحبة السمو الأميرة صيتا بنت عبد العزيز آل سعود رحمها الله في ترسيخ مقومات العمل الاجتماعي والتطوعي ونشره، ونوه سموه إلى أهمية التقارب بين المؤسسات الخيرية والتطوعية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تبادل الخبرات والتصورات والأفكار من الجانبين بما يخدم جهود البلدين في مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما وأن العمل الاجتماعي يشكل أحد الأدوات المساندة لجهود الحكومات على صعيد التنمية والتطور. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العمل الاجتماعي والتطوعي يشكل أحد الميادين الهامة التي تعبر عن القيم النبيلة التي تتميز بها شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي القيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والذي يحض على التكافل والتضامن بما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. من جانبهما أعرب صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن فيصل آل سعود عن خالص شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على رعاية واهتمام سموه بكل ما يرتقي بعلاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين، وأكد أن دعم سموه للعمل الخيري والتطوعي في مملكة البحرين كان له أثره البالغ في تميز منظومة العمل الاجتماعي في البحرين، وأن خطوات سموه في هذا الصدد تشكل مصدر إلهام لكل المهتمين بالعمل الخيري والإنساني. وأشاد مما يشهده العمل الاجتماعي والتطوعي في مملكة البحرين من تطور مستمر بما يعكس ما تحظى به المؤسسات العامة في هذا المجال من رعاية ومساندة على المستويات كافة، مؤكدين الحرص على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في كل ما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة للعمل التطوعي والإنساني ونشره على المستويين العربي والخليجي.